عشان نعيشوا اجواء تاع العيد شنو بغيت تكون مغاربه في هذا المناسبه؟ اييه جيد. فاحنا هذا اليوم مقبلين على عيد الاضحى المبارك اللي هو يعني واحد مناسبه جد مهمه، والوزاره منذ فاتح يعني يناير هي باشرت يعني واحد البرنامج ديال التحضير ديال عيد الاضحى، والحمد لله اليوم عندنا واحد القطيع هو اللي هو في صحه جيده، واحد الوفره بالنسبه للعرض اللي كيفوت 8 مليون راس، وفي حين انه الطلب ما كيفوتش 5.6 مليون يعني راس، وتتبع يعني اليومي في هذه المرحله هذه من خلال المصالح البيطريه ديال لونسا ديال الصحه ديال القطيع، وكذلك كل الوحدات ديال التسمين اللي هي 242 الف على الصعيد الوطني واللي يعني مسجله عند المصالح البيطريه، وكذلك الترقيم ديال الاضاحي اللي غاديه للعيد واللي وصلت لحد الان 7.2 مليون، وكذلك تجهيزات كان واحد دعم الاسواق على الصعيد الوطني اللي كتكون اسواق اللي مخصصه للعيد، تقريبا واحد 34 سوق اللي هي اضافيه، وكنعملوا مع المصالح ديال وزاره الداخليه باش الاجواء ديال العيد ان شاء الله تكون جد ملائمه وتفوت هذا يفوت هذه المناسبه في اجواء مهمه، لان هي يعني واحد المناسبه للمواطنين، ولكن ما ننساوش بانها هي مناسبه جد مهمه بالنسبه للكسبه ديالنا اللي هذه 3 سنين وما كيعانيو، واليوم ان شاء الله غادي تكون واحد الفرصه باش غادي يحاولوا الدخل ديالهم يترفع ان شاء الله.